الفيرمي فورم ابندكس اللي احنا بنقول عليها زايده الدوديه، زايده الدوديه لانها وورم لايك شكل الدوده، وزايده جايه طالعه من السيكم، ساعات يسموها الاعور. الاعور ليه؟ يعني ليه عين واحده، فهنا العين دي مقفوله وهي ليها فتحه واحده في هنا في الايه مع السيكم. الفتحه بتاعتها مع السيكم او البروسيس ده او الفيرمي فورم ابندكس بيطلع من السيكم من البوستروميديال اسبكت اوف ذا سيكم، يعني ادي السيكم وهنا من البوستروميديال اسبكت اوف ذا سيكم، 1.5 انش هنا اهو، يعني 4 سم بلو ذا اليو سيكال جانكشن، يعني 1.5 انش بلو ذا اليو سيكال ايه جانكشن. ممكن بنلاقيها في اماكن كتير. اول حاجه ممكن مستخبيه ورا السيكم اسمها ريترو سيكال، وهنا ايه ممكن تكون دايركتد ناحيه البلفس، يبقى إيه هنا ايه بلفيك، بلفيك فيرمي فورم ابندكس، يبقى ريترو سيكال، ودي بتشكل 74% و 21% ده اللي هو ايه البلفيك. بعد كده في هنا سب سيكال اهو، بري اليال هنا قبل الاليوم، وهنا بوست اليال، يبقى الكومنست بوزيشن تتروسيكل، بعديه بلفيك، بعد كده بيبقى هنا بري اليال بوست اليال وهنا سب سيكال. الفيرم فورم ابندكس كونكتد بميزنتري اسمها ميزو ابندكس، والميزو ابندكس ده بيمشي فيها ارتري اسمه ابنديكولار ارتري، عشان كده الفيرمي فورم ابندكس بياخد بلاد سبلاي من الابنديكولار ارتري، ده برانش من ارتري هنا اسمه اليوكوليك، ده من السوبيرو ميزنتريك، واحد من 5 برانشز بتوع الاليوكوليك اللي هو طالع من السوبيرو ميزنتريك بيروح للايه للفيرمي فورم ايه ابندكس. الابنديكولار ارتري ده او الابنديكولار برانش اوف ذا اليوكوليك ارتري لو اتقفل ده اند ارتري، اند ارتري يعني قفلته تعمل جنجرين غرغرينا في الابندكس، عشان كده لما واحد بيحصل له ازاي ده بنخاف للابنديكولار ارتري ده ما ازاي ده بتاعته تلتهب انه يحصل فيها غرغرينا او يتقفل الارتري، فبنقول له نعمل العمليه بسرعه بنسرع عشان ما يتقفلش الابنديكولار برانش اوف ذا اليوكوليك ارتري اللي بيدي بلاد سبلاي للفيرمي فورم ايه ابندكس. السيرفيس اناتومي بتاع الفيرمي فورم ابندكس ازاي ده، جراح بيجي بيفتح فين في الحته دي اسمها ماك بيرنز بوينت، الحته اللي بيفتح فيها الجراح دي اسمها ماك بيرنز بوينت، دي مكانها فين، ادي الامبلايكس وادي الانتيرور الياك سباين، انتيرور سوبيرو الياك سباين في الرايت سايد، رايت انتيرور سوبيرو الياك سباين، اخد خط ما بين الامبلايكس والانتيرور سوبيرو الياك سباين، واخد عند اتصال الميديال تو ثيرد، يعني هنا دي ادي الميديال تو ثيرد، تلتين الميديال مع التلت اللاترال، فعلى هذا الخط بيبقى دي البوينت دي الماك بيرنز بوينت، ودي مقابله في الرايت الياك فوسا للفيرمي فورم ايه ابندكس، يبقى الفيرمي فورم ابندكس سيرفيس اناتومي بتاعته ماك بيرنز بوينت، ودي نقطه عند اتصال ميديال تو ثيرد مع اللاترال وان ثيرد بتاع خط بيبتدي من الامبلايكس لحد الانتيرو سوبيرو الياك سباين.